بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شباب أولى ثانوي، أهلا بيكم في بداية الترم الثاني، ومعانا النهاردة أول هوم ورك في الترم الثاني. يلا بينا بسم الله نبدأ كده. عايزك بقى تبدأ بداية قوية معايا، حاول ما تضيعش أي وقت، حاول على قد ما تقدر تستغل كل لحظة في إنك تخلص وتنجز حالك بدري. يلا بسم الله. السؤال الأول كان بيقول the product، عملنا خط تحت كلمة ماس، يبقى هو بيتكلم على ماس تايمز ايه؟ ده السؤال الاول. بيقول برودكت ما بين، برودكت ما بين ماس تايمز ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت. يا جدعان ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت معناها ديسبيسمنت على تايم. قلنا لك في الحصه ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت او تشينج اوف ديسبيسمنت اللي هي ديسبيسمنت على تايم. ديسبيسمنت على تايم يعني قصده velocity. يبقى في الاخر كلمه rate of change of displacement دي اللي هي velocity، يبقى قصده mass في velocity وماس في velocity اللي هو المومنتوم، يبقى الاجابه B. السؤال رقم 2 بيقول لك any graph بيريبريزنت ريليشن ما بين المومنتوم والفيلوسيتي. اهو انت عارف ان المومنتوم ايكوال ماس تايمز velocity، يبقى المومنتوم والفيلوسيتي اسمهم دايركتلي. يبقى لو عايز ارسم مومنتوم مع velocity هرسم ريليشن دايركتلي المنظر ده، ويبقى الاجابه C. سؤال رقم 3 بيقول لك the opposite figure represent a body A. انت عندك دلوقتي في body اسمه A of mass M، الوزن بتاعه اسمه M، والvelocity اسمها V، والمومنتم اسمه B. حلو جدا حلو جدا. يعني انا ممكن اكتب في البادي اللي اسمه A ده اكتب المومنتم equal mass times velocity. حلو. another body B of mass M على 2، عندي body اسمه B الماس بتاعه اسمه M على 2. حلو. and the momentum 2B، والمومنتوم اسمه 2B، يا ترى الفيلوسيتي بتاعته اسمها كام؟ طيب حلو جدا. ما تيجي نعوض انا وانت كده في البودي اللي اسمه B. انا دلوقتي بتكلم على البودي اللي اسمه B، خلاص ايه كده كده مش عايزين منه حاجه دلوقتي. انت عارف ان المومنتوم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي. جميل. الكلام ده كله بتاع B، انا بتكلم يا جدعان على B مش A. حلو. المومنتوم بتاع بي هو قال اسمه ايه؟ 2 بي. جميل. يبقى 2 بي ايكوال الماس اسمه ايه؟ ام على 2، اهو ام على 2 تايمز الفيلوسيتي بتاعت بي اللي هو عايزها. حلو جدا. نزل ال 2 دي زي ما هي، اهي ال 2 دي تنزل زي ما هي مضروبه. البي الواحده اهي معانا، البي الواحده ممكن اشيلها واحط مكانها ام في في. تمام. يبقى ام تايمز في، الكلام ده ايكوال ام على 2 multiply velocity بتاعت B. كنسل بقى معلم الام دي مع الام دي، تعالى نكمل فوق هنا. يبقى ايه؟ يبقى 2 v equal half، الام اتكنسلت مع الام، ها هتبقى هنا half مضروبه في velocity B. ودي 2 الناحيه الثانيه هناك multiply، تبقى ال velocity بتاعت B equal 4v. معلش سيبني كده، سيبني اقول لك بس اخر حته دي تاني، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، بس تعالى انا عايزك بس تركز معايا شوف انا عملت ايه بالظبط. خلينا حتى نبدا من فوق كده عشان الموضوع كله يكفي. يلا بص اهو، اول حاجه انا قلت هتكلم على المومنتوم بتاع بي، يبقى ايكوال الماس بتاع بي مضروب في الفيلوسيتي بتاع بي. يا جدعان المومنتوم بتاع بي هو قال لي اسمه 2 بي ايكوال الماس ام على 2 مضروبه في الفيلوسيتي بتاعت بي. حلو جدا حلو جدا. ال 2 دي نزلتها زي ما هي، البي تحط مكانها، ها اهي ام في المومنتوم ام في في، الكلام ده ايكوال ام على 2 ملتبلاي الفيلوسيتي بتاعت بي. كنسل الام دي مع الام دي، يبقى 2 في ايكوال هاف في بي. انا عايز اجيب دي لوحدها، ودي ال 2 الناحيه الثانيه ملتبليكيشن، تروح الناحيه الثانيه فوق، فتبقى 4 في ايكوال فيلوسيتي بي، وهي دي الايكويشن احنا عايزينها في الاخر، تبقى الاجابه 4 في. سؤال رقم 4 بيقول when a body fall freely. يا جدعان fall freely يعني كوره حذفتها من فوق، في اتنين ينفعوا، هل المومنتوم هيزيد؟ طبعا طبعا تنفع. ليه؟ لان المومنتوم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي، كده كده الوزن ثابت بس الكوره وهي نازله سرعتها بتزيد فالمومنتوم هيزيد، يبقى ايه تنفع؟ هل وزنها بيزيد؟ لا طبعا يا جدعان، هو في كوره بتقع بتتخن يعني؟ ما ينفعش. طب الاكسلريشن ريمين كونستانت؟ طبعا ريمينز كونستانت، لان الجرافيتي اللي بتزقني لتحت اللي هي تعمل اكسلريشن 10 متر بير سكند سكوير، فتنفع يبقى الاجابه A و C.
سؤال رقم 5 طلعنا الجيفن بتاعه معانا في الحصه. الماس ايكوال 0.5 كيلوغرام فول فريلي، فريلي يبقى في انيشال ايكوال 0، سو اتس مومنتوم وين ريتش ايرث سيرفيس، مديك كمان الجرافيتي ايكوال 10 متر بير سكند سكوير، ومديك الديسبيسمنت يا جدعان اهي اهي 180 سم. يعني الولد اللي واقف في البلكونه ده هيهدف الكوره 180 سم. قلت لك ال 180 دي سنتي ما ينفعش تضرب في 10 باور نيجاتيف 2 عشان نحولها من سنتيمتر لمتر. خلي بالك من التريك دي قوي. ها فيدينا 1.8 يبقى displacement equal 1.8 متر. طيب هو عايز المومنتوم، انت عارف ان المومنتوم equal mass في الفيلوستي. فاكر في الحصه، فاكر في الحصه لما قلت لك لما يسالك على مومنتوم لازم يقول لك فين؟ لما يقول لك مومنتوم تقول له فين؟ جدع. هو قال when it reach earth surface، يعني يا جدعان لما الكوره تخبط في الارض، يعني عايز الفي فاينل تحت خالص هنا. طيب احنا معانا في انيشال ومعانا جرافيتي ومعانا ديسبيسمنت، يبقى اروح للقانون الثالث اللي بيقول 2gd equal v final bar 2 minus v initial bar 2. تعال نكمل كده، يبقى 2 مضروبة في الجرافيتي اللي هي 10 في الديسبيسمنت اللي هي 1.8، الكلام ده equal v final square ما عرفهاش، وكده كده في initial بكام؟ بزيرو. لو انت عايز تشيل السكوير ده خد روت الناحية التانية، فيطلع لك في الاخر ال v final بتاعتك اللي انت عايزها equal 6 meter per second. كده طلعت ال v final تحت ب 6. مش انت عارف بقى ان المومنتوم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي. الماس الوزن معاك كام؟ 0.5، وانت جبت الفيلوسيتي 6، 0.5 مضروبه في 6 تبقى 3 كيلو جرام دوت متر بير سكند، تبقى الاجابه A. سؤال 6 بيقول لك اختار اجابتين ينفعوا. طبعا انت بسم الله الرحمن الرحيم كده عارف دول، ان الفورس مومنتوم تشينج اوف مومنتوم على تشينج اوف تايم، والفورس ايكوال ماس في اكسلريشن. فمن الدايره دي الفورس ايكوال تشينج اوف مومنتوم على تشينج اوف تايم اللي هي ايكوال ادي تشينج اوف تايم. ممكن نفك المومنتوم ايه يا جدعان؟ ماس في فيلوسيتي، خدناها اول دايره. المومنتوم ممكن يتفك ماس في فيلوسيتي. فين الايكويشن دي موجوده ولا لا؟ فين فين فين؟ اهي اهي دي تنفع. طبعا من اخر قانون قول لي كده الفورس ايكوال ايه؟ mass times acceleration اهي، يبقى ايه تنفع وايه تنفع. 7 بيقول لك the ratio between the acting force on the body and the rate of change of its velocity according to Newton's second law. هقول لك على حاجه بالراحه، انا عندي دلوقتي ثلاث قوانين احاول اطلعهم منهم. مش هقول لك بس انا افكر ازاي. انت عندك المومنتوم ماس في velocity، وعندك الفورس change of momentum على change of time، وعندك الفورس mass في acceleration. تعال نشوف بقى ratio between، ratio معناها حاجة على حاجة. force تمام on the body and rate of change of its velocity. يا جدعان شرحناها في الحصة، والله شرحناها. rate of change هتلاقيها في أول بورد تالت define، أول بورد تالت define. rate of change of velocity، change of velocity دي الاكسلريشن. يبقى هو بيقول لك ريشيو، اهي ريشيو فتحت خط ما بين مين ومين يا معلم؟ ما بين الفورس، حطيت فورس فوق، اند تشينج اوف فيلوسيتي اللي هي اكسلريشن. تعالى 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 القانون اهو اهو اهو، فورس على اكسلريشن تدي ماس، يبقى الكلام ده يديك ماس اوف ذا بودي. سؤال رقم 8 بيقول لك ذا يونت ذات ايكويفالنت تو كيلو جرام دوت متر دوت سكند ماينس 1. حليناها مع بعض في الحصه وقلت لك كيلو جرام دوت متر دوت سكند ماينس 1 يا جدعان. تبدا انت تبقى عارف حاجتين، ان النيوتن اكتبها لو سمحت عندك كيلو جرام متر سكند ماينس 2، وان الجول عباره عن نيوتن دوت متر. تمام. فهو بيقول لك بقى هل النيوتن دي اول اجابه، هل النيوتن تنفع؟ لان نيوتن كيلو جرام متر سكند ماينس 2، واللي هو عايزها كيلو جرام متر سكند ماينس 1، فيبقى الاولى دي ما تنفعش. طب هل نيوتن دوت سكند؟ نيوتن دوت سكند تعال نعوض، النيوتن كيلو جرام متر سكند ماينس 2 والسكند تنزل نيجاتيف 2 اجمع عليها 1 تبقى كيلو جرام متر سكند ماينس 1 يبقى تنفع. فاضل واحده كمان. بص بقى هشغل دماغي شويه، هشغل دماغي شويه.
هل نيوتن على سكند تنفع من غير ما تجرب؟ ما تنفعش. طالما نيوتن في سكند نفعت يبقى نيوتن على سكند مش هتنفع، اكيد مش هي هي. طب لو شغلت دماغي اكتر بقى، هلغي برضو دي لان جول في سكند، هل دي تنفع؟ لا يا جدعان اكيد. ليه لا ما تنفعش؟ لان نيوتن في سكند نفعت يبقى اكيد جول في سكند مش هي هي. يبقى ما بقاليش غير اخر واحدة، جول في سكند على متر. تيجي نجربها سوا، تيجي نجربها، تعال بس كده عينيا. الجول عبارة عن ايه؟ نيوتن دوت متر، خلي بالك في سكند اهو، يبقى في سكند على متر، ها المتر يروح مع المتر يبقى نيوتن في سكند. ايه ده؟ نيوتن في سكند اهي اللي هي اصلا نفعت، يبقى دي كمان تنفع. اوكي، جراف ريبريزنت نيوتن سكند لو. سكند لو، بصوا يا جدعان، نيوتن سكند لو اللي هو في الاخر طلع القانون ده ان الفورس ماس في اكسلريشن، ورسمنا انا وانتم مع بعض اتنين جراف، فورس مع الاكسلريشن دايركتلي والفورس مع الماس دايركتلي. عايز بقى جراف ما بين فورس واكسلريشن ودايركتلي مع بعض، اهي فورس واكسلريشن ودايركتلي مع بعض. هتقولي يا مستر هو بدل الاثنين، يعني طلع الاكسلريشن فوق ونزل فوق، هنا الاسلوب بس اللي هيختلف، بس كده كده الاثنين دول دايركتلي مع بعض بيزيدوا مع بعض يعني. سؤال رقم 10 ده حليناه مع بعض، وقلنا ساعتها ايه؟ الاول تعرف تجيب من الجراف ده الاسلوب، اي جراف خش عليه هات الاسلوب. ها الاسلوب عباره عن مومنتم على تايم، ها مومنتم على تايم، المفروض هنا تشينج على تشينج. طب بالراحه، فاكر مين التشينج اوف مومنتم على تشينج اوف تايم؟ جدع، ده الفورس، برافو عليك. يبقى السلوب هو هو الفورس. طب يا مستر انا مش بعرف احسب السلوب. يا ابني والله العظيم تافهه اقسم بالله، وصل المثلث ده حبيبي اهو، مثلث اهو، وبص هنا واعمل ماينس، وبص تحت واعمل ماينس، بس سهله جدا، ادي المثلث اهو. ما بتعرفش ليه بقى؟ ادي المثلث اهو تاني، ولا يهمك تاني، ادي المثلث اهو يا معلم اهو. تبص هنا هنا وتعمل ماينس، وتبص تحت وتعمل ماينس، خلاص خلصت. يبقى بص فوق الاول 60 ماينس 20، بص تحت 4 ماينس 0، بس خلاص يطلع لك 10 نيوتن. هو ده السلوب، وفي نفس الوقت هو ده مين؟ الفورس. سؤال رقم 11 بيقول A force of 2 نيوتن act على object الوزن بتاعه كيلو جرام. تمام، يعني مديني الفورس ايكوال 2 نيوتن، ومديني الماس ايكوال 1 كيلو جرام. من غير ما تفكر، من غير ما تفكر، انت عندك دايره بتقول لك ان الفورس ماس في اكسلريشن. الراجل كتر خيره مديك فورس ومديك ماس، يبقى فاضل مين يا جدعان؟ اكسلريشن ايكوال فورس على ماس، يعني 2 على 1 يعني 2 متر بير سكند سكوير. سؤال رقم 12 بيقول an object of mass 10 كيلوغرام، مديك الماس equal 10 كيلوغرام، مديك الاكسلريشن equal. لا عيب عليك، عيب عليك اقسم بالله، عيب عيب، ده عيب ده، مش الفورس يا معلم ماس في اكسلريشن؟ هو مديك ماس واكسلريشن، ايه يا جدعان دي؟ مش مستويات دي. 10 تايمز 2 يديك 20 نيوتن. تمام، فورس اكت على object of mass 5 كيلوغرام، ماشي، يبقى الماس ايكوال 5 كيلو جرام. اتشينج الفيلوستي، غيرت سرعته من 7 ل 3، يعني السرعه الاول اسمها في انيشال كانت 7 والسرعه الاخيره كانت 3 في وقت 2 سكند. ايه ده؟ ياه، معايا انيشال ومعايا فاينل ومعايا تايم، ممكن اجري اجيب اكسلريشن. فاكر في فاينل ماينس في انيشال على تي، او من القانون الاول الاثنين زي بعض، يعني في فاينل ها 3 ماينس 7 على 2، 3 ماينس 7 يديك نيجاتيف 4 على 2 يديك نيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير. كده يا جدعان جبنا الاكسلريشن. تعرف تجيب الفورس؟ سهله جدا، ماس تايمز اكسلريشن، الماس معاك 5 والاكسلريشن نيجاتيف 2 يديك نيجاتيف 10 نيوتن اهي. يبقى هو اداني في انيشال وفي فاينل وتايم عشان اروح اجيب اكسلريشن، وبعد كده اضرب ماس في اكسلريشن. سؤال رقم 14 بيقول لك if force
acting on a body is double while its mass decreases to half then acceleration. الدايرة هي يا جدعان اتعلمناها مع بعض في الحصة force mass في acceleration. بعد إذن سيادتك طالما بيسأل على acceleration يبقى هات لي acceleration لوحدها الأول. طالما بيسأل على acceleration هاتها الأول في side لوحدها ها من الدايرة. الacceleration force على mass. أنا خلصت وحليت على فكرة وهنحل صح إن شاء الله عادي. الفورس دبل يبقى دي زادت الدبل لما دي تزيد فاكر دي تزيد الدبل جميل. والماس ديكريز تو هاف ده قل مرتين فدي هتزيد مرتين. 2 في 2 يديني 4 يبقى زادت 4 مرات بس خلاص. تمام. سؤال 15 بيقول a vehicle مركبة يعني حاجة بتتركب يعني زي العربيات والتوبيسات والحاجات دي يعني واحدة منها الماس 500 كيلو جرام والتانية 1500 كيلو جرام. يبقى أنا عندي مركبتين أدي الأولى وأدي التانية ممكن نسمي دي الويت لايتر مثلا أو الليس ماس أي حاجة يبقى دي ليس ماس ودي الهيفير الأتقل يعني ماشي. واحدة 500 بالعقل بقى كيلو جرام واحدة 1500 كيلو جرام are moving at same acceleration يعني الأكسلريشن واحدة. طب هسألك سؤال انت عارف كده كده ان الفورس equal mass times acceleration صح؟ جميل. هو بيقول ان الاتنين ماشيين بأكسلريشن واحدة. فاكر الترم الاول لما قلتلك احنا هنسمي انا وانت دلوقتي ان دي ماس 1 وهنسمي ان دي ودي ماس 2. طالما قال لك الاكسلريشن واحده ودي مساله ريشيو يعني عايز يعرف دي قد ايه من دي ممكن اقول ان الاكسلريشن بتاع دي ايكوال 1 متر بافرض ارقام عادي بس هو قال نفس الاكسلريشن فالاكسلريشن بتاع دي تبقى 1 متر بير سكند سكوير. ليه يا مستر بتعمل كده؟ عشان اسهل على نفسي المساله مش اكتر يعني. يبقى واحده وزنها 500 والثانيه وزنها 1500. بص قال ايه؟ at same acceleration الاتنين ليهم نفس الاكسلريشن فقلت الاكسلريشن بتاع دي واحد وبتاع دي واحد. طب ممكن تجيب لي الفورس؟ ها تبقى الفورس بتاع دي equal 500 times 1 mass في acceleration يديني 500 نيوتن. طب الفورس بتاع دي equal 1500 times 1 يديني 1500 نيوتن. يبقى واحده 500 والتانيه 1500. حلو جدا. بيقول لك بقى الفورس acting on the heavier will be قد ايه من الفورس acting on less mass يعني عايز فورس بتاعت الهيفير اللي هي 2 قد ايه من الفورس بتاعت الليس ماس اللي هي الخفيفه. طب ايه يعني على فكره باينه قوي ان هي 3 اضعاف يعني باينه قوي ان دي 3 اضعاف دي بس تعالى يا عم ولا يهمك عادي هتقسم F2 على F1 لو انت ما تعرفش هتقسم F2 على F1 عشان تعرف دي قد ايه من دي 1500 على 500 يديك 3 over 1. يلا اعمل لي كروس مالتيبليكيشن بقى تبقى F2 equal 3 اضعاف F1 يبقى الF بتاعت التقيلة 3 اضعاف F بتاعت الخفيفة بس خلاص الفورس يعني فتبقى الإجابة 3 times. اوكي سؤال 16 بيقول the ratio between acceleration of body of mass 2 kilogram to that of body 4 kilogram when they move under the effect of same force. اهو يا جدعان ولا يهمك ده بودي وده بودي ها ده 2 كيلو جرام يبقى الماس بتاع الاول 2 كيلو جرام والماس بتاع الثاني 4 كيلو جرام. بيقول نفس الايه يا جدعان نفس الايه نفس الفورس. يا عم سمي الفورس بتاع دي 1 نيوتن وسمي الفورس بتاع دي ده للتسهيل مش اكتر يعني. طالما مسألة ريشيو حقك تفرض أرقام لو قال لك سيم فورس نفس الفورس يا عم افرض دي باتنين ودي باتنين دي بتلاتة ودي بتلاتة اعمل انت عايزه عادي مش تفرق يعني. يلا معانا الدائرة بتاعتنا الفورس ماس في اكسلريشن هو عايز ريشيو مين لو سمحت؟ عايز ريشيو الاكسلريشن صح؟ طب تعالى الأول نجيب الاكسلريشن بتاعت الأولاني ها الاكسلريشن فورس على ماس يعني 1 divided 2 اللي هي 0.5 تمام. طب الاكسلريشن بتاعت الثانيه فورس على ماس يعني 1 divided 4 اللي هي 0.25 هو عايز الفورس بتاعت الاولى على انا اسف
عايز بقى انت جبت الاكسلريشن بتاعت الاولى والاكسلريشن بتاعت الثانيه، وعايز اكسلريشن الاولى على اكسلريشن الثانيه، يعني ايكوال 0.5 على 0.25. بس خلاص انت بقى بتتضايق انك تفرض ارقام، خلاص حطها برموز، اعمل اللي انت عايزه، تطلع 2 ديفايدد 1. انا وانت لازم نطلع نفس الاجابه كده كده اوريدي يعني، فانت ما تضايقش نفسك ولا اي حاجه، يعني الموضوع سهل اساسا. بص هو قال لك ايه؟ قال لك وزن الاولى 2 كيلو والثانيه 4 كيلو، حلو جدا، وقال سيم فورس، فقلت دي 1 نيوتن ودي 1 نيوتن، كده معايا ماس ومعايا فورس، معايا ماس ومعايا فورس، جبت الاكسلريشن والاكسلريشن، هو عايز نقسمهم على بعض. سؤال رقم 17 بيقول لك الشكل اللي قدامك ده، انا عايزك تركز قوي في السؤال ده. بص ده اكس وده واي، روح خالص بقى. بيقول لك الشكل اللي اسمه اكس عنده ماس اسمه ام، اهو ولا تزعل نفسك، هو الماس بتاع ده اسمه ام. اكت اون ات ا فورس اف، تمام، الفورس بتاعته اسمها اف، حلو. اكسلريت ات ا يونيفورم اكسلريشن اي، يبقى الاكسلريشن اسمها ايه؟ تعرف تربط بين الثلاثه دول؟ اهو اهو في قانون بيقول ان الفورس ماس في اكسلريشن، يلا ها، يبقى القانون الفورس ايكوال ماس تايمز اكسلريشن، خلاص خلصت. تمام، في بودي بقى اسمه واي، الوزن بتاعه اسمه هاف ام، جميل. اكت ان اون ات ا فورس اوف كذا 3 على 2 اف، يبقى الفورس هنا اسمها 3 على 2 اف. يا ترى الاكسلريشن بتاعت واي بكام؟ منتهى التفاهه اقسم بالله. تعال خلاص احنا حطينا الايكويشن دي، لو هنستخدمها هنشوف دلوقتي. روح بقى ايه للاوبجكت اللي اسمه واي ده، ها الفورس بتاعت واي ايكوال الماس بتاع واي في الاكسلريشن بتاع واي، فيها مشكله؟ ما انت عارف بقى ان اي فورس ماس في اكسلريشن، حلو جدا حلو جدا، عوض لي بقى يلا بالراحه خالص. فورس بتاع واي اهي 3 على 2 اف، 3 على 2 اف ايكوال الماس بتاع واي هاف ام. طب الاكسلريشن بتاعت واي معرفهاش، في حاجه حلوه قوي ممكن نطير الطول لتحت مع الطول لتحت، جميل، فيبقى 3 اف ايكوال ام في الاكسلريشن بتاعت واي. ايه ده انا فهمت يا مستر، احنا ممكن نشيل الاف دي اهي اهي ونحط مكانها ماس في اكسلريشن، صح؟ ما انا حقي اشيل الاف، انا جايبها اهو من الاول، واحط مكانها ماس في اكسلريشن، يبقى ادي 3 زي ما هي، واشيل الاف واحط مكانها ماس في اكسلريشن، الكلام ده ايكوال ام في اكسلريشن واي، خلصنا خلاص. طير الام دي مع الام دي، يبقى قالك ايه بقى؟ ان اكسلريشن واي ايكوال 3 اي، بس خلاص خلاص، يبقى الاجابه 3. يبقى انت يا معلم في الاول بتشتغل عادي، معاك ماس ومعاك فورس ومعاك اكسلريشن، فقمت كاتب كده فورس ايكوال ماس في اكسلريشن، هو قال لي دي اسمها اف ودي اسمها ام ودي اسمها ايه، خلاص خلصت. طب بتاعت واي دي اسمها هاف ام ودي اسمها 3 على 2 اف، تمام. طب انا عارف ان قانون الفورس ماس في اكسلريشن، عوضت عن الماس بهاف ام، والاكسلريشن مش معايا بس الفورس معايا 3 على 2 اف، ال 2 دي طارت مع ال 2 دي، جميل، اتبقى لي هنا اف بس. طب ما الاف معايا اصلا اسمها ام اي، شلت الاف وحطيت مكانها ماس في اكسلريشن، طيرت الام مع الام، اتبقى ان اكسلريشن واي ايكوال 3. سؤال رقم 18 بيقول لك عندي 3 نيوتن و5 نيوتن اكت اون ا سيرتن بودي، which of the following figure represent the least value of the acceleration by which the body will be moved او will move، اقل acceleration. سهله جدا، اقول لك على حاجه، انت عندك الدايره دي اللي هي عباره عن ان فورس ايكوال ماس في اكسلريشن، هو بيقول عايز اقل ايه لو سمحت، عايز اقل ايه اكسلريشن، اوكي هات الاكسلريشن لوحدها، ها الاكسلريشن عباره عن فورس على ماس، جميل، اكسلريشن عباره عن فورس على ماس، هو مش اقل اكسلريشن يعني اقل فورس، طبعا الماس ثابت لان كل الاوبجكت زي بعض، يعني ده زي ده، هو قال ان هو اوبجكت واحد فاكيد وزنه ثابت، يبقى الماس ثابت، يبقى يا جدعان اقل اكسلريشن
هو اقل واحد عنده فورس. تعالى كده نقسمهم مع بعض، ادي A B C D E، يلا سامبل لي المنظر ده. احنا عايزين نختار اقل فورس. اشمعنى يا مستر اقل فورس؟ عشان حبيبي لما الفورس بتقل الاكسلريشن بتقل، يبقى اقل واحد عنده فورس هو اقل واحد عنده اكسلريشن. تمام. 3 و5 8. اوكي، تعرف تسامبل ده؟ الخمسة دي هتروح مع الخمسة دي، والستة هنشيل منها أربعة يبقى اتنين، يبقى هيبقى اتنين، يبقى لحد دلوقتي دي قليلة جدا. تلاتة وخمسة، فاكرين لو عاملين انجل 90 بنعمل ايه؟ ايوة، روت تلاتة سكوير بلس خمسة سكوير يديني 5.8. لو عاملين انجل 90 بنعمل روت، يبقى الاوبجكت اهو، وهيبقى فيه في المنطقة دي لو انت فاكر، ما علينا، يعني هتبقى 5.8 نيوتن. تمام. خمسة وتلاتة اتنين، يبقى هيبقى اتنين كده. ها، تلاتة دي هتطير مع التلاتة دي، اتناشر تحت وستة فوق، يبقى ستة تحت. تعرف تقول لي فين اقل اتنين؟ برافو عليك، برافو عليك، الاتنين ده وده دول اقل اتنين، انما دي تمانية ودي خمسة ودي ستة، يبقى الاتنين والاتنين دول اقل فورس وفي نفس الوقت اقل اكسلريشن. اكيد والله العظيم ما محتاج اعمل حاجة، والله العظيم ما محتاج اعمل حاجة. اول ما تشوف السؤال ده هتعمل ايه؟ معاك فورس اهي 24 نيوتن، ومعاك الماس 5 كيلو، ومعاك الاكسلريشن 3، وعايز منك حاجة اسمها فريكشن، بس عايز الماجنتيود. يعني لو طلع معاك نيجاتيف ما تحطش النيجاتيف. هتعمل ايه؟ اول حاجة تجيب حاجة اسمها الفورس التوتال، ماس تايمز اكسلريشن. الماس 5 والاكسلريشن 3 15 نيوتن. ايه ده؟ امال ازاي دي 24؟ يبقى اكيد في حاجه بتزق هنا لورا. بكام بقى؟ ماليش دعوه، ما اعرفش. تعمل 15 اللي هو التوتال ماينس 24. يبقى عشان تجيب الفريكشن هتعمل 15 ماينس 24 يديك نيجاتيف 9 نيوتن. النيجاتيف دي معناها ان هي اوبوزيت دايركشن، يبقى الماجنتيود بتاعها 9 اهي. بص مثلا السؤال الهبل ده، قطعه من الخشب وزنها 2 كيلو جرام، قعدنا نحكي عنها في الحصه كتير، في 6 نيوتن بيشدوها اهو 6 نيوتن، وفي فريكشن، فريكشن يعني بالعكس يا جدعان 2 نيوتن اهي. هل يا جدعان في المسائل هنعوض بدي او نعوض بدي؟ لا، لا دي ولا دي، هنرسم رسمه جديده فيها 2 كيلو جرام بس نعمل 6 ماينس 2 يبقى 4 نيوتن، صح ولا ايه؟ جدع، يبقى 4 نيوتن يمين. ويبقى لو هو عايز منك الاكسلريشن، انت حافظ القانون بقى، الدايره ايه؟ قسمتها 50 مره، فورس ماس في اكسلريشن. لو عايز الاكسلريشن تبقى فورس على ماس، الفورس معاك بكام؟ ب 4، والماس بكام؟ 2. خلاص خلصت، يديني 2 متر بير سكند سكوير اهي. يبقى يا جدعان بعد اذن سيادتك لو سمحت، في ناس بتاخد السته ودول غلط، في ناس بتاخد الاثنين ودول غلط. عشان تاخد الفورس دي اسمها توتال، تعمل 6 ماينس 2 اللي هي تدي 4. سؤال 21 ده خليه لان احنا لسه ما خدناش الويت فممكن ما تحلوش عادي. سؤال 22 ده اخر حاجه هتحله في التشوز. عملنا ايه بقى؟ فاكر المومنتوم ايكوال ايه؟ فاكر مومنتوم ايكوال ماس في ايه؟ في فيلوستي. فقلت لك انا اللي عنده اعلى سرعه هيبقى عنده اعلى ايه؟ مومنتوم. يبقى لو هو مديك جراف ما بين displacement و time، displacement و time يعني ممكن اجيب الفيلوسيتي بتاعت كل واحد في دول. طب وبعدين يا جدعان اللي عنده اعلى سرعه، اعلى سرعه هيبقى عنده اعلى مومنتوم. ليه يا مستر؟ عشان المومنتوم ايكوال ماس في فيلوسيتي، والفيلوسيتي والمومنتوم حبايب بيحبوا بعض. اللي عنده اعلى سرعه هيبقى عنده اعلى مومنتوم. يلا هات لي السرعه هنا، 10 على 4 10 على 4 اللي هي 2.5 متر بير سكند. طب هنا 10 على 2 اللي هي 5. طب هنا 5 على 0.5 اللي هيديك 10. طب هنا 20 على 1 هيديك 20. هنا السرعه مش بتقل، خلي بالك هنا السرعه ثابته بس انت بتقرب من المدرسه، ده اسمه displacement. ها، وهنا السرعه مش بتزيد، هنا السرعه ثابته بس انت بتبعد عن المدرسه. 5 على 0.5 يديك 20. يبقى فين اعلى سرعتين؟ دي واي، دي واي اعلى سرعتين، يبقى دول اعلى اتنين مومنتوم، يبقى الاجابه دي واي.
السؤال الأول بيقول an eagle عندك نسر الماس بتاعه 10 كيلو جرام والسرعة بتاعته بيطير ب 20 متر بير سكند، وغزالة الماس 50 كيلو جرام وبتجري بسرعة 5 متر بير سكند. مين عنده مومنتم أعلى؟ سهلة قوي بصراحة، تحسب المومنتم بتاع النسر ماس تايمز فيلوسيتي، يعني 10 تايمز 20 يديك 200 كيلو جرام دوت متر بير سكند. حلو، طب بتاع الغزالة بقى المومنتم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي، يبقى ايكوال 50 تايمز 5، الكلام ده يبقى ايكوال 250 كيلو جرام دوت متر بير سكند، يبقى اكيد بتاع الغزالة اكبر. وخلصنا على كده. السؤال الثاني بيقول an object of mass كذا مديك الماس equal 0.5 كيلو جرام. يا جدعان كلمة fall معناها v initial equal 0 from top of tower we reach ground after وقت equal 4 second. وصلت الأرض، يبقى الكرة دي اتحذفت من فوق وصلت الأرض بعد time equal 4 second. هات لي المومنتم، فاكر أول ما يقول مومنتم تقول له فين، عايز المومنتم فين عشان أعرف أجيبه لك. When it touch the ground تحت على الأرض يبقى عايزين الـ V final تحت. طب هسألك سؤال، كده كده معانا معلومة إن الجرافيتي equal 10 متر بير سكند سكوير. يا جدعان معاك V initial، معاك time، معاك gravity، هتحل القانون الأول تجيب الـ V final equal V initial plus JT الـ initial 0 plus 4 times 10 يديك 40 متر بير سكند. حلو جدا، تبقى الفيلوسيتي تحت عند الارض ب 40، هو عايز المومنتم تحت عند الارض، يبقى المومنتم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي، الماس معاك 0.5 الفيلوسيتي 40 فيديك 20 كيلو جرام متر بير سكند. سؤال رقم 3 بيقول ابولو في ماس 0.5 كيلو جرام، يبقى الوزن عندك 0.5 كيلو جرام ليفت تو فول فريلي، يبقى الفي انيشال ايكوال 0 فروم ا هايت كذا معاك ديسبيسمنت ايكوال 20 متر، هات لي المومنتم بيفور ات تاتش ذا جراوند تحت يعني، فالجرافيتي معاك كده كده 10 متر بير سكند سكوير، برضه محتاجين نجيب الفي فاينل بكام. مستر هو انت ليه بتجيب الفيلوسيتي الفاينل؟ عشان هو عايز المومنتم تحت عند الارض فلازم اجيب السرعه تحت. هتروح للقانون الثالث 2gd equal v final square minus v initial square، يبقى 2 times 10 times 20 equal v final square والv initial بزيرو، عايز تشيل السكوير تاخد الناحية التانية root، فيطلع الv final تحت عند الأرض equal root 2 times 10 times 20، الكلام ده يديك 20 meter per second. كده معانا يا جدعان معانا الفيلوسيتي، تعرف تجيب المومنتم ايكوال ماس تايمز فيلوسيتي، الماس معاك 0.5 والفيلوسيتي ب 20 يديك 10 كيلو جرام دوت متر بير سكند. سؤال 4 بيقول لك تو بوديز هاف ماس اوف ذا اند ذا، يبقى انت عندك اتنين، ادي البودي الاولاني وادي البودي التاني، الماس بتاع الاول ايكوال 5 كيلو جرام، الماس بتاع التاني ايكوال 15 كيلو جرام. الاولاني traveling by velocity كذا، velocity بتاعت الاولاني ايكوال 20 متر بير سكند، سهلة قوي يا جدعان نجيب المومنتم بتاعه ماس تايمز velocity، يبقى المومنتم بتاع الاولاني ايكوال 5 تايمز 20، يبقى المومنتم بتاع الاولاني ايكوال 100 كيلو جرام متر بير سكند، كده جبنا المومنتم بتاع الاولاني. بيقول لك ايه بقى، هات لي الفيلوسيتي بتاع التاني. حلو، الفيلوسيتي هنا بكام لو الاثنين هاف سيم مومنتم، عندهم نفس المومنتم، يعني يا جدعان مومنتم التاني هو مومنتم الاولاني ب 100، هو اللي قال مش انا، هو اللي بيقول الاثنين عندهم نفس المومنتم. حلو جدا، طب انا عارف الدايره بتاعتي المومنتم ماس في فيلوسيتي، فلو انا عايز اطلع الفيلوسيتي يبقى مومنتم على ماس، فلو عايز تجيب الفيلوسيتي بتاعت التاني هتبقى عباره عن مومنتم على ماس، المومنتم ب 100، مين قال لك؟ هو قال لي هي المومنتم بتاعت الاول والماس ب 15، فيطلع الفيلوسيتي بتاعت التاني ايكوال 6.67 متر بير سكند. يبقى كل الفكره ان انت تبقى ناصح في الامتحان، اداك ماس واداك فيلوسيتي فانا جبت مومنتم، اما قال لي خد المومنتم ده هو بتاع التاني، تمام، يبقى هو نقلته عند التاني ومعاك الماس فاضل الفيلوسيتي بس.
سؤال 5 بيقول find required force to accelerate mass of 10 kilogram. يبقى الماس equal 10 kilogram during in a straight line changing the velocity from 2. بالله عليك ثواني، بالله عليك ثواني، بيديك السرعة كيلومتر بالاور، ما ينفعش، لازم يضربها في 5 على 18، ودي كمان لازم تضرب في 5 على 18 عشان تتحول لمتر بير سكند. يبقى ال V initial يا جدعان مش 54، 54 تضربها في 5 divided 18 فيديك 15. ال V final مش ب 108 تضربها في 5 divided 18 يديك 30 متر بير سكند. كل ده حصل في وقت 10 ثواني. ما ينفعش اشتغل بير اور وسكند مع بعض، ما ينفعش، لازم احول لمتر بير سكند. طب ثواني كده، معاك في انيشال ومعاك في فاينل ومعاك تايم، صح جدع. اول حاجه هتروح للقانون الاول او للقانون اللي انت حافظه زمان، في فاينل ماينس في انيشال على تي، تجيب الاكسلريشن. الفاينل 30، الانيشال 15، والتايم 10. 30 ماينس 15 يديك 15 على 10 يديك 1.5 متر بير سكند سكوير. كده جبت الاكسلريشن صح. طب هو عايز منك الفورس، حلو جدا. طب ما انت عارف ان الفورس ماس في اكسلريشن، يبقى الاف ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. الماس ب 10 والاكسلريشن ب 1.5 يديك 15 نيوتن. سؤال 6 بيقول a force act on a static object، الماس بتاعه كذا، يبقى الماس ايكوال 4 كيلوغرام. Placed on a horizontal smooth plane and accelerate it uniformly at كذا. الاكسلريشن ايكوال 2 متر بير سكند سكوير. Find the magnitude of this force and time taken by this object to cover a distance of كذا. مديك الديستانس ايكوال 16 متر under the effect of this force. تمام. طبعا كلمة static object يعني كان ثابت، يبقى ال V initial بتاعته كانت ايكوال 0. الاول عايز فورس، ودي سهله جدا بصراحه. الفورس انت عارف ان هي ايكوال ماس في اكسلريشن. الماس معاك ب 4، الاكسلريشن معاك ب 2، تديك 8 نيوتن. خلاص خلصنا على كده. الحاجه الثانيه عايز التايم، معاك اكسلريشن، معاك ديستانس، معاك في انيشال. هتروح للقانون الكام بقى؟ هتروح للقانون الثاني اللي بيقول displacement equal v initial t plus half a t square. واحده واحده، قال لك الديسبيسمنت 16، كده كده الفي انيشال بزيرو، يعني كل ده بزيرو. هاف مضروبه في الاكسلريشن اللي هي 2 مضروبه في تي سكوير. راح راح جمع معايا، هنا في 16 زي ما هي ايكوال هاف في 2، كنسل ال 2 مع ال 2 يبقى 1 مضروبه في تي سكوير، فيبقى تي سكوير ايكوال 16. فيبقى التي ايكوال، عايز يشيل ده خد الناحيه الثانيه روت، خد الناحية التانية روت، ادي 16 اهي وادي روت، يبقى 4 سكند. خلاص خلصت. سؤال 7 بيقول find the force effect on object of mass كذا. يبقى اول حاجة مديك الوزن بتاع الاوبجكت ده 30 كيلوغرام. accelerate it at 3 متر بير سكند. يبقى الاول بيقول لك هات الفورس. طب ما يا جدعان سهلة قوي، الفورس equal mass times acceleration. الماس 30 والاكسلريشن 3 تبقى 90. خلصنا على كده، خلصت خلاص، خلصت. 2 كده كده على فكره بالمناسبه، يعني الفورس ماس في اكسلريشن ده كده كده، والماس معاك 30 يعني الماس ثابت. فكره بقى ان احنا نقعد نجيب الاكسلريشن كل شويه. سبيد ايت اب فروم ريست، يعني الفي انيشال كانت ايكوال 0 لحد ما سرعته توصل 8 متر بير سكند في وقت 6 ثواني. يا عم روح للقانون الاول او هات الاكسلريشن بمعرفتك اللي هو القانون اللي انت حافظه من زمان، في فاينل ماينس في انيشال على تي. ها الفاينل 8 والانيشال 0 والتايم 6 تبقى 8 ديفايدد 6 اللي هي 4 اوفر 3. جميل، كده جبت الاكسلريشن صح. طب ما انت عارف بقى الفورس ايكوال، يعني انا كل مره بروح اجيب الاكسلريشن واعوض، الفورس ماس تايمز اكسلريشن. الماس معايا ب 30 والاكسلريشن 4 اوفر 3، يبقى 30 ملتي بلاي 4 اوفر 3 يديك 14 نيوتن. بس خلاص خلصت كل الفكره، بستغل الجافن بس. طب يا عم تعالى نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه بقى؟ ميك ات موف فروم ريست، يعني في انيشال ايكوال 0. ايوه عايز ايه يعني؟
through 50 meter displacement equal 50 meter في time 5 second. يبقى time equal 5 second. طب حلو جدا حلو جدا. هنعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب الاكسلريشن الاول. هنروح للقانون جامد، هتروح للقانون الثاني اللي بيقول displacement equal v initial t plus half a t bar 2. راح displacement معانا ب 50 كده كده كل ده بزيرو لان الفي انيشال بزيرو. هاف ادي الهاف اهي، الاكسلريشن مش معايا بس التايم معايا ب 5 بار 2. يبقى 50 ايكوال ادي الهاف مضروبه في الاكسلريشن مضروبه 5 بار 2 اللي هي 25. تبقى 50 ايكوال هاف مضروبه في 25 يديني 12.5 a. فاكر لو عايز تجيب الاي خبيها وابعد عنها، تبقى الاكسلريشن ايكوال 50 على 12.5. بس خلاص كده انت جبت الاكسلريشن، تطلع 4. المره الثالثه جبنا الاكسلريشن خلاص. يلا يا عم روح هات الفورس. ماس تايمز اكسلريشن، الماس معايا ب 30 والاكسلريشن ب 4 يديك 120 نيوتن. خلاص خلصت. بس تمام. سؤال 8 بيقول A car was moving at velocity كذا. انت معاك ال V initial equal 20 meter per second. The driver applied the brake to decelerate acceleration بالنيجاتيف. اوعى تنسى decelerate معناها acceleration بالنيجاتيف 5 meter per second square. هات لي time، عايز ال time taken to stop the car. stop يعني ال V final بتاعتها تبقى كام؟ 0. اخر سرعة تبقى ب 0. وقال كلمة to stop. جميل، سهلة جدا يا جدعان. من اول قانون انت عارف ان ال V final equal V initial plus AT. بالراحة كده عوض معانا بالراحة. ال final عايزها 0، ال initial معايا ب 20 minus 5A. ودي كل ده الناحية التانية بالبوستيف، فتبقى 5A equal 20، انا اسف 5T. الاكسيشن هي اللي معانا، ال T هو اللي مش معانا. فتبقى T equal 20 على 5 اللي هي 4 second. بس خلاص خلصت كده معاك التايم اول حاجة جبناها. And the distance سهلة جدا، نروح للإيكويشن التانية. distance equal v initial t plus half a t bar 2. يبقى distance equal، ركز، ال v initial معانا ب 20، التايم لسه جايبينه حالا ب 4 plus half الاكسلريشن ب negative 5 التايم ب 4 bar 2. تطلع distance equal 40 meter. جميل، عايز التايم بتاع الفورس يا جدعان. لما ادوس كده دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، لما ادوس فرامل، ادوس فرامل يبقى الفورس سيم ولا اوبزيت؟ اوبزيت جدع. يبقى نوع الفورس دي اوبزيت ونيجاتيف اكيد للحركة بتاعتنا. فاكر كلمة بريك؟ تمام. اخر حاجة بقولك ايه، هو لو الوزن 600 كيلو جرام وزن العربية، هات الفورس. ايه الهبل ده يا جدعان؟ الفورس ماس في ايه؟ في اكسلريشن. اداك الماس 600 والاكسلريشن معاك نيجاتيف 5، تطلع نيجاتيف 3000 نيوتن. خلصت خالص. سؤال رقم 9 بيقول لك هات لي الريزلتنت فورس اند اكسلريشن اوف ايتش ماس ان ذا فولوينج. بالله عليك بالله عليك، ده سؤال؟ ده سؤال واحد ربنا يعني؟ طب انا اقول لك على حاجه، ارسم تاني ارسم تاني ارسم تاني عشان ما يحصلليش حاجه. بالله عليك ادي 20 كيلو جرام وادي 50 كيلو جرام. عيب عليك، اقسم بالله عيب عليك. 400 يمين 150 شمال، يبقى تعمل 400 ماينس 150 يديك 250. يبقى في هنا كده 250، سيبها دلوقتي. ها ها ال 200 دي كنسل ال 200 دي، 800 تحت 770 فوق، اعمل 800 ماينس 770 يديك 30 نيوتن تحت. بس خلاص بس خلاص. ايه بقى؟ عايز تجيب اكسلريشن هنا؟ الاكسلريشن قانونها اهو. انا بنسى يا عم، الفورس ماس في اكسلريشن، الاكسلريشن فورس على ماس. الفورس 250 والماس 50، تطلع 5 متر بير سكند سكوير. يبقى الاجابه بتاعت السؤال الاول دي اتبقت 250 اهي، والاكسلريشن 5 اهي. طب يلا هنا بقى كام؟ 30 اهي. 30 دي تعرف تجيب acceleration او force اللي هي 30 على الماس اللي هو 20 يديك 1.5 متر بير سكند سكوير. بس سؤال رقم 10 بيقول force 100 نيوتن، الاوبجكت الماس بتاعه 10 كيلو. يا ابني تبقى غلطان، اقسم بجلال الله تبقى غلطان لو ما جبتش acceleration حالا.
ما انت اصلا عندك دايره بتقول ان الفورس ماس في اكسلريشن. هو الراجل كتر خيره في المساله، مديك فورس ومديك ماس. ما يا ابني ما تتنيل تجيب اكسلريشن عشان نخلص. اكسلريشن فورس على ماس، الفورس 100 والماس 10، 100 على 10 يديك 10 متر بير سكند سكوير. ايه بقى؟ ايه مشكلتك؟ بيقول لك بقى ايه؟ غير سرعته من في انيشال ايكوال 10 متر بير سكند، خلاها يعني الفاينل يا معلم 20 متر بير سكند. جميل قوي. ده عايز الديستنس قد ايه؟ يا نهار ابيض على اسئله يا جدعان. معاك اكسلريشن ومعاك في فاينل ومعاك في انيشال، يبقى هتجري بينا على القانون الكام؟ لا مش التاني، ما ينفعش التاني ولا ينفع الاول، عشان الاتنين فيهم تايم واحنا مش معانا تايم. شغلها شويه. التالت اللي بيقول 2AD equal V final bar 2 minus V initial bar 2، يبقى 2 مضروبة الاكسلريشن ب 10 مضروبة displacement equal V final bar 2 اللي هي 20 bar 2 minus V initial bar 2 اللي هي 10 bar 2. بس خلاص. عايز تجيب يا معلم displacement، منتهى التفاهة، ده كله تحطه فوق 20 bar 2 minus 10 bar 2 ودول تحت 2 times 10 يديك 15 متر. السؤال رقم 11 بيقول A car of mass كذا، يديك الوزن equal 1200 كيلوغرام. Moving at velocity كذا، يبقى الـ V initial equal 20 متر بير سكند. Driver turned off the engine، قفل المحرك، and applied the brake so it stopped after 5 seconds. يعني يا جدعان بعد وقت 5 ثواني كاملين كانت الفي فاينل ايكوال كام؟ زيرو. العربيه كانت وقفت. طيب بالراحه بقى، لما يقول لك كلمه مومنتم ترد تقول له فين؟ لما يقول لك كلمه مومنتم ترد تقول له فين؟ مومنتم ايكوال، بيقول لك المومنتم قبل ما نستخدم الفرامل، يعني في البدايه خالص. يبقى حلو انا فهمت، يبقى الماس مضروبه في الفي انيشيال. اشمعنى اخترت السرعه دي يا مستر؟ عشان هو قال قبل ما نستخدم الفرامل، يبقى انا كنت ماشي ساعتها بسرعه 20 لسه ما فرملتش. الماس 1200 والفيلوسيتي 20 يديك 24000 كيلو جرام دوت متر بير سكند. حلو جدا 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 جدا. طيب بيقول لك عايز المومنتم بعد 3 ثواني. بص بقى، بص السؤال الصعباني، بص هو قال لك عدى وقت قد ايه؟ 5 ثواني. كانت السرعه كام؟ زيرو. ده الكلام ده بعد قد ايه؟ 5 ثواني. لا هو بيقول انا عايز بعد 3 ثواني بس. لا يبقى لازم نحسب لها دي الفي انيشال معاك ب 20 والتايم معاك ب 5 ب 3 سكند، 3 ثواني بس. طب ما انا يا مستر كده مش هعرف اجيب اكسلريشن، ما انا لازم لي اكسلريشن. انا اقول لك بقى، بص الحته الجامده دي قوي، بص الحته الجامده دي، تعال نجيب اكسلريشن. معانا في انيشال ومعانا تايم ومعانا في فاينل. لا يا مستر ما تلخبطنيش لو سمحت، انا دلوقتي 3 ثواني مش 5 ثواني. طب ماشي انا ما عنديش مشكله، انا هعوض بالانيشال والتايم والفاينل اللي هي زيرو بعد 5 ثواني. مش انا بعد 5 ثواني وقفت عشان اعرف اجيب اكسلريشن، اللي هي ايكوال في فاينل ماينس في انيشال على تي، فتطلع الاكسلريشن ايكوال نيجاتيف 4 متر بير سكند سكوير. يعني معانا الاكسلريشن ايكوال نيجاتيف 4 متر بير سكند سكوير. وبالمناسبه الاكسلريشن دايما ثابته من الترم الاول، فاكر الاكسلريشن ممكن اخدها في اي وقت عادي طالما انا يونيفورم اكسلريشن، يبقى نيجاتيف 4 متر بير سكند سكوير. يبقى انت عندك الفي انيشال ب 20 والتايم هو بيسال بعد 3 ثواني والاكسلريشن جبناها عادي. تعال نجيب الفي فاينل. هتقول لي ما انا معايا الفي فاينل بزيرو. لا السرعه دي بعد 5 ثواني، انا عايز بعد 3 ثواني بس. الفي فاينل ايكوال الفي انيشال بلس اي تي، يعني 20 ماينس الاكسلريشن ب 4 والتايم ب 3 يطلع لك 8 متر بير سكند. يبقى السرعه كانت 8 بعد 3 ثواني، السرعه 8. تعرف تجيب المومنتوم؟ اه. ماس في فيلوسيتي، الماس معانا 1200 والفيلوسيتي معانا 8، تطلع 9600 كيلو جرام دوت متر بير سكند. فانت بقى خلي بالك قوي، عشان دي تريكه الصراحه مهمه قوي. الاول لما يديك انيشيال وتايم وفاينل، هات اكسلريشن، والاكسلريشن دي هتبقى ثابته طول المساله عادي. خلاص معاك الاكسلريشن بتاعتك.
طب هو كان قايل لي الوقت 5 ثواني، ساعتها العربيه وقفت، تمام، عوضت بالثلاثه دول جبت الاكسلريشن. لما يقول لي بقى بعد 3 ثواني ما ينفعش اخد، السرعه بقت بزيرو، لان السرعه كانت بزيرو بعد 5 ثواني كامله، هو بيتكلم على بعد 3 ثواني بس، فلسه السرعه ما وصلتش زيرو، فعوضت بالاكسلريشن اللي انا جبتها وجبت الفي فاينل ساعتها، وبعد كده جبت المومنتم عادي. والفورس تضرب ماس في اكسلريشن، الموضوع سهل ما فيهوش حاجه. سؤال رقم 12 ده حلينا مع بعض عادي خالص، مديك الماس ايكوال 725 كيلو جرام، مديك الفيلوستي يا جدعان بالكيلومتر بير اور، انا خليتك تكتب بايدك في الحصه انك هتضربها في 5 اوفر 18، يبقى 72 تضربها في 5 اوفر 18 عشان تحولها لمتر بير سكند، يبقى الفيلوستي الانيشيال ب 20 متر بير سكند. الراجل ده فرامل، الناس بتغلط وتكتب ان الفي فاينل بزيرو، غلط، الفي فاينل مش معايا، هو ما قالش ان العربيه وقفت، هو داس فرامل بس، يبقى السرعه قلت بس العربيه ما وقفتش بعد مرور وقت ثانيتين 2 سكند. جميل، العربيه اتاثرت بفورس ايكوال 5 تايمز 10 باور 3 نيوتن. طبعا طالما قال فرامل في المساله يبقى الفورس دي بالنيجاتيف، فورس الفرامل دايما بالنيجاتيف. اول حاجه هتعملها عملناها في الحصه مع بعض، هتجيب الاكسلريشن فورس على ماس، فورس نيجاتيف 5 تايمز 10 باور 3 والماس 725. هنطلع الارقام سوا عشان ما يبقاش فيه مشكله في ارقام المساله دي. تطلع الاكسلريشن نيجاتيف 6.89 متر بير سكند سكوير، تمام. تيجي انا وانت نجيب الفي فاينل، يلا الفي فاينل ايكوال في انيشيال بلس هتبقى نيجاتيف 6.89 عشان هي بالنيجاتيف، A مضروبة في T اللي هي 2، تبقى 20 minus 6.89 مضروبة في 2 فتطلع 6.22. فأنا عايز أقول لك على حاجة كده يا جدعان، السرعة في الأول كانت كام؟ كانت 20، بعد ما الراجل داس فرامل السرعة في الآخر بقت، بص قلت إزاي، بس ما وصلتش زيرو. الوزن بتاع العربية كده كده 725 كيلو جرام، كده كده وزن العربية 725 كيلو جرام. أنا هسألك سؤال قلت لك في الحصة، تعرف تجيب المومنتوم في الأول؟ اضرب الماس في الفيلوستي، اضرب دول في بعض في الأول، في الأول يعني مع الفي انيشال 725 تايمز 20 تطلع 14500 14500 كيلو جرام متر بير سكند. تعرف تجيب مومنتوم في الاخر؟ 725 اضربها 6.22 فتبقى 4509.5 متر بير سكند. طب فاكر كده جبنا المومنتوم في الاول، مومنتوم في الاول 14500، والمومنتوم في المرحله الثانيه 4509. تعرف تجيب تشينج ان مومنتوم؟ دي اول طلب طلبه منك بقى. يعني انا نهار اسود عملت كل ده، كل ده، بص انا عملت ايه، جبت السرعه في الاول اهي، وبعدين من الماس والفورس جبت اكسلريشن، رحت للقانون الاول جبت السرعه في الاخر، يبقى معايا السرعه في الاول ومعايا السرعه في الاخر، ضربت الماس في السرعه الاولى جبت المومنتوم الاول، ضربت الماس في السرعه الاخيره جبت المومنتوم الثاني. اللي تشينج هو عباره عن المومنتوم الثاني ماينس المومنتوم الاولاني، تعمل 4509.5 ماينس 14500 فيديك نيجاتيف، بص بقى نيجاتيف 9990.5. هي مكتوبه هنا نيجاتيف 10 باور 4، فاهم يعني 10 باور 4 دي يا جدعان اللي هي واحد وقدامها اربع اصفار، عشان يعني دي 9990 فخليها 10 باور 4، انما ده الرقم الصح نيجاتيف 9990.5 بس، ده اللي تشينج المومنتوم. وكده كده الفيلوستي احنا جبناها ب 6.2 اهي، الفيلوستي الفاينل احنا جبناها كده كده. سؤال رقم 13 بيقول لك تو ايكوال فورسز، الله الله، تو ايكوال فورسز الاثنين قد بعض، بص انا هعمل ايه، بص انا هعمل ايه، يبقى الفورس هنا قد الفورس هنا. Act on two bodies of different masses، الوزن بتاع الأولاني 5 كيلو
والوزن بتاع التاني 1 كيلو. ال first body accelerated at A1، معرفاش. ال second body accelerated أو ال acceleration 20 متر بير سكند سكوير. هات A1. ايه بقى الهبل ده؟ ايه الهبل ده يعني؟ مش الفورس ماس في اكسلريشن؟ حلو، تعرف تجيب لي الفورس بتاعت الاول اللي بالمناسبه هي الفورس بتاعت الثاني؟ ما هو قال يا جدعان 2 ايكوال فورس. بص معاك ماس ومعاك اكسلريشن، اضربهم في بعض، 1 في 20 1 تايمز 20 يديك 20 نيوتن. مش هو قال ايكوال فورسز قد بعض؟ يبقى دي كمان 20 نيوتن، بقى معاك فورس وماس. تعرف تجيب اكسلريشن؟ اه، فورس على ماس يعني ايكوال 20 على 5 يعني 4. بس خلاص خلصت. ايه يا جدعان في ايه؟ ما تصعبوش الدنيا. الراجل اداك ماس واداك اكسلريشن، ضربت ماس في اكسلريشن جبت الفورس، قال لك ان الفورس دي هي الفورس دي، بقى معايا فورس ومعايا ماس، جبت اكسلريشن. سؤال رقم 14 بيقول two equal forces acted on two bodies. اهو يا جدعان نفس الكلام والله. two bodies، اتنين، ادي الاول ادي التاني. two equal forces، تمام. the first body has acceleration، الاولاني عنده acceleration 8 meter per second square، جميل. while the velocity of second body، بص بيلعب بيك ازاي، الفيلوستي بتاعت الجسم التاني اتغيرت من الريست يعني في انيشال، كل واحد ومعلوماته، مالكش فيه. الجسم الاول الاكسلريشن بتاعته 8، الجسم التاني السرعه بتاعته اتغيرت من 0 وصلت ل 48 متر بير سكند في وقت 3 ثواني. والله بجد والله، يعني هو كده بيضحك عليك، معاك انيشال ومعاك فاينل ومعاك تايم. هات حبيبي اكسلريشن، كأنه بيديك الاكسلريشن بس بطريقه تانية، يعني في فاينل ماينس في انيشال على تي، بس خلاص. اللي هي تبقى 48 على 3 يديك 16. ما علينا يا عم، ما علينا كده، معانا اكسلريشن الاول واكسلريشن الثاني. بيقول بقى الوزن بتاع الاولاني 5، تمام. وزن الاولاني 5 يا ابني، اي بني ادم عاقل، مع ماس ومع اكسلريشن، اعمل انا ايه تاني بقى طول الفيديو عمال اقول لك الفورس ماس في اكسلريشن؟ اضربهم في بعض، يبقى الفورس ايكوال، اضرب ماس في اكسلريشن 5 تايمز 8 يديك 4 نيوتن. بقول لك ايه، هو مش قال 2 ايكوال فورسز؟ اه، يعني لو الفورس هنا ب 40 الفورس هنا كام؟ 40 برضه، جامد. ان هو قال equal force. بص لي على الجسم التاني ده، بص معانا الاكسلريشن ب 16 ومعانا الفورس ب 40، تعرف تجيب الماس؟ اه، ما الماس فورس على اكسلريشن، يبقى 40 على 16 يديك 2.5 كيلو جرام. استنى عليا في السؤال ده عشان السؤال ده فيه given noise، هنصلحه لكم ونرجع نحله تاني. سؤال رقم 16 بيقول عربيه الماس بتاعها 500 كيلو جرام from rest، يبقى الفي انيشال ايكوال 0 affected by engine force horizontal root by effect of the engine force equal 300 نيوتن if the friction force is كذا. بالله عليك ده ينفع؟ يعني ده ينفع؟ اهو في هنا 300 نيوتن الموتور بيحرك بيها العربيه، و50 نيوتن فريكشن احتكاك لورا. يلا يا جدعان، يبقى العربيه اللي هي 500 كيلو دي طالما في 300 يمين و50 شمال، ايوه جدع، يبقى في هنا 250 نيوتن. بس خلاص خلصت. عايز ايه؟ في 300 بيزق العربيه، مين قال لك ان دول بيزقوا العربيه؟ عشان هو قال انجن، المحرك هو ده اللي بيحرك العربيه لقدام، وفي 50 بيضايقوها لورا، يبقى عبارة عن 250 نيوتن كله. هو دي أول سؤال. السؤال الثاني، هات الأكسلريشن منتهى التفاهة، فورس على ماس، يبقى 250 على 500 فيديك 0.5 متر بير سكند سكوير. السؤال رقم 17 بيقول عربية وزنها 1200 كيلو جرام، معاك الماس إيكوال 1200
كيلوغرام 1200 بتأثر بفورس ايكوال 600 نيوتن. اصوت والم عليك الناس طيب؟ يعني بقى لي ساعه كامله عمال اقول لك فورس ماس في اكسلريشن، معاك ماس ومعاك فورس، هات اكسلريشن، فورس على ماس 600 على 1200 يديك الاكسلريشن ايكوال 0.5 متر بير سكند سكوير، ودي اول واحده. تمام، الفروم ريست كده معانا في انيشال ايكوال 0، ماشي جميل. ومعانا كمان يا معلم الاكسلريشن جبناها 0.5 متر بير سكند سكوير. تمام، بيقول لك هات لي السرعه بعد 30 ثانيه، يعني معاك كمان التايم ايكوال 30 سكند. ها، تبقى الفي فاينل ايكوال في انيشال بلس اي مضروبه في تي، فتطلع 15 متر بير سكند، بقى معاك في فاينل كمان. طب عايز ديستانس، ديستانس ايكوال في انيشال تي بلس هاف اي تي سكوير، يعني ايكوال ده كله بزيرو صح، وادي هاف مضروبه في الاكسلريشن مضروبه في تي باور 2، الكلام ده يطلع 225 متر. خلاص خلصنا على كده. اخر سؤال هو سؤال رقم 19، اقسم بالله اقسم بالله عيب عليك، اقسم بالله كمان مره عيب عليك. عندك 2 كيلو جرام وراه 4 كيلو جرام وراه 6 كيلو جرام بيتزقوا ب 36 نيوتن. ها، طالما يا جدعان مربوطين في بعض يبقى الاكسلريشن بتاعتهم ثابته والفيلوسيتي بتاعتهم ثابته. ال 36 مسؤوله عن جر الثلاثه صح؟ جدع، برافو عليك ومذاكر. يا ممكن نجيب الاكسلريشن عباره عن فورس على ماس، الفورس اللي هي 36 مسؤولة عن جر الثلاثة دول، الاثنين والأربعة والستة اللي هو مجموعهم 12 يديني الأكسلريشن 3. لما أسألك وأقول لك هي الأكسلريشن بتاعت مين؟ بتاعت الثلاثة. فلما يقول لك هات لي الفورس اللي اسمها 1 أو هات لي الفورس اللي اسمها 2، تعرف؟ سهلة جدا، سهلة جدا. الفورس اللي اسمها 1 دي مسؤولة عن جر ده بس، يبقى عبارة عن الماس اللي هو 2 في الأكسلريشن يديك 6 نيوتن، حناها كتير قوي. طب الفورس التانية ماس اللي هو كام بقى؟ الفورس دي مسؤولة عن جر ده وده اللي هم 6 مضروبة في الاكسلريشن يديك 18 نيوتن. شكرا يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.